دائما الناس يقولوا المكرون او المكرون مش سهل ان الواحد يعمله، يعني دائما في احد مختص يعمله. ايش الصعوبه في عمله؟ الصعوبة بأنه هو حساس جداً، والتركيبة والوصفة السحرية، لأنه ممكن أنت لو بدك تسويه في البيت يمكن ما حيزبط. مزبوط. الإنجريدينتس ماله والوصفة وبالجرام بالجرام بيخليه مور أكثر حساس، وصعب أنه يتسوى مادم إلا لو كان شاف مهني ولا طبعاً. محترف جداً هو اللي يقدر يسويه. معنا الشيف اليوم سيسيرا ممكن هو يشتغل على بعد ال بعد ال ال كان يو شو أس هاو تو دو ذس، يعني أنتم مجهزين أوريدي هذه اللي هي أصلاً تجهيزها ما هو سهل، بس طبعاً. هو دقيق اللوز يتهيأ اللي هو الأساسي في طبعاً. في الوصفة طبعاً. ما بيستخدم دقيق عادي طبعاً. هي بتيجي دقيق اللوز، مفروض إنك تسوي بدقيق اللوز هيدي اللي هو عبارة عن صدفتين، وبتضيف النكهة اللي بدك، اللون إنك بتزيد الألوان الطبيعية اللي بتحتاجينها على حسب المناسبة اللي عندك، وتضيف النكهة الصوص اللي فيها يا إما الشوكولاتة يا إما الحلوى العمانية يا إما الزعفران يا إما الشوكولاتة، بيجي جاهز. وبنقدمه في كتير مناسبات، ممكن إنه نقدمه على المواليد، على الأعراس، عندك عزومة في البيت. والجديد إنه ممكن إنك حتى تسويه كاستمايزد ولا مميز بالمناسبة اللي عندك الحصرية باللون اللي بدك، ونكتب عليه شيء مرة حلو زي هنا الذهبي هذا، مرة طبعًا. عجبني لونه طبعًا. هذا حق العيد كذا، ألوانه فرايحي وكذا، زي ما قلت مناسبات مولود بنت ولد يعني، أو خطوبة أو غيره، صراحة مرة جميل.